بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن قبل أن نمر إلى حل التمرين رقم 10 أو الوضعية 10 في وحدة الشاردة والمحلول الشاردي، فقط نستدرك إضافة في الوضعية 9 حينما تكلمنا عن ذرة الألمنيوم وشريط الألمنيوم. قلنا أن عدد إلكترونات ذرة الألمنيوم هو 13، عدد بروتوناتها هو 13. بالنسبة لشريط الألمنيوم عدد إلكتروناتها هو 10، عدد بروتوناتها هو 13. يعني هنا شريط الألمنيوم فقدت 3 إلكترونات فتحولت إلى شاردة موجبة، وبالتالي سنحسب عدد الشحنات للذرة وعدد الشحنات للشاردة. فعدد الشحنات الإجمالية لذرة الألمنيوم هو 0. لماذا؟ لأن لدينا زائد 13 ناقص 13، المجموع يساوي 0. عدد بالنسبة لشاردة الألمنيوم الفرق هو زائد 3، لأن لدينا 13 ولدينا 10، يعني 13 بروتون 10 إلكترون، إذن الفرق هو 3 شحنات مثل ما ذكرنا. إذن ومنه نمر إلى الوضعية الموالية. إذن يقول في الوضعية 10: كيف هو الماء المعدني؟ تشير ملصقة ماء معدني طبيعي إلى المعلومات التالية. يقول ماء منبع طبيعي يستعمل في تحضير وجبات الأطفال، الحجم 1.5 لتر، هذا بالنسبة للمعلومة الأولى. ثم داخل الملصقة أو في محتوى الملصقة نجد البيانات التالية من اليسار إلى اليمين: كالسيوم 71، مغنيسيوم 5.5، صوديوم 11.2، بوتاسيوم 3.2، لدينا بقايا جافة عند 180 درجة هو 300 ميليغرام. إذن بعد ذلك لدينا هيدروجين كربونات، يعني البيكربونات 250، والكلورور 20، والسلفات 5 أو أقل من 5، نيترات 3، والبي اش لهذا الماء هو 7.45. إذن هذه هي البيانات الواردة في هذا الملصق. يقول في السؤال رقم 1: ألف، هل يمكن اعتبار هذا الماء ماء نقيا؟ إذن هنا يقع الكثير من التلاميذ في اللبس والخلط بين المصطلح العلمي والمصطلح لنقل المجتمعي أو المصطلح المنزلي في كلمة النقي. فبما أن هذا الماء يحتوي على أملاح مذابة فيه فهو ليس ماء نقي، فهو ماء معدني. يقول في الفرع باء: صنف هذه الشوارد حسب نوعها. إذن لنصنف هذه الشوارد حسب نوعها في الجدول التالي. هنا كتبنا اسم الشاردة صيغتها الكيميائية ونوعها إن كانت موجبة أو سالبة، ثم قسمنا الموجبة إلى بسيطة ومركبة والسالبة كذلك إلى بسيطة ومركبة. إذن بدأنا بالشوارد التي معنا: شاردة الكالسيوم صيغتها Ca2 زائد، فهي شاردة بسيطة موجبة ثنائية. المغنيسيوم Mg أيضا هي شاردة بسيطة ثنائية موجبة. الصوديوم Na موجب، إذن فهي شاردة بسيطة موجبة أحادية. البوتاسيوم هو كذلك شاردة بسيطة أحادية موجبة كما ذكرنا هنا. نعم، إذن فالكالسيوم بسيطة ثنائية موجبة، المغنيسيوم بسيطة ثنائية موجبة، والصوديوم بسيطة أحادية موجبة، البوتاسيوم بسيطة أحادية موجبة.
الفئة الثانية بيكربونات. بيكربونات صيغتها HCO3 ناقص، إذن فهذه الشاردة مركبة سالبة أحادية. الكلورور أو الكلور سالبة أحادية. الكبريتات مركبة سالبة ثنائية SO4 2 ناقص، والنترات كذلك سالبة أحادية مركبة. إذن هنا البيكربونات وضعناها في التصنيف في الشوارد السالبة المركبة، وكذلك الكلور في الشوارد السالبة ولكن البسيطة، الكبريتات في الشوارد السالبة المركبة، والنترات في الشوارد السالبة المركبة. يقول بعد ذلك ما رمز الشاردة التي تركيزها 71 ميلي غرام في اللتر. إذن نحن مع السؤال جيم، ما رمز الشاردة التي تركيزها 71 ميلي غرام للتر؟ إذن نعود إلى الملصقة. 71 ميلي غرام هي قيمة شاردة الكالسيوم، إذن فهذه هي صيغتها وهي التي ميزناها باللون الأصفر للإجابة على السؤال جيم. ثم السؤال دال يقول أذكر ثلاث معلومات هامة موجودة على الملصقة. إذن المعلومات الثلاثة الهامة الموجودة على الملصقة، أول معلومة هي أن هذا الماء هو ماء منبع طبيعي. منبع ماء منبع طبيعي، هذه أول معلومة في الملصقة. ثاني معلومة هي أن هذا الماء هو ماء معدني من خلال البيانات التي ذكرت فيه، يعني من خلال الشوارد التي ذكر اسمها وقيمها، ماء معدني كما ونوعا. والميزة الثالثة أو الصفة الثالثة أن الـ pH يعني درجة الحموضة ولا درجة الـ pH لهذا الماء هي 7.45. إذن هذه هي أهم المعطيات الثلاثة التي وردت في الملصق. يقول ابحث مع قبل ذلك ما هي كمية الماء الأملاح المحصل عليها إذا تبخر الماء كليا. إذن بسيطة، يعني إذا أردنا أن نجد كمية الأملاح التي تبقى في قاع القارورة إذا تبخر الماء كليا، نقوم بجمع هذه المقادير فقط جمعا عاديا. 71 زائد 5.5 زائد 11.2 زائد 3.2 زائد 250 زائد 20 زائد 5 زائد 3. إذن على ما أعتقد إذا جمعنا هذه المقادير فإننا سنجد هذا الرقم 300 الذي ذكر في البقايا الجافة عند الدرجة 180. يعني إذا جمعنا هذه المقادير كلها المكتوبة هنا سنحصل على هذا الرقم الإجمالي، وهو عدد المليغرامات المذابة في اللتر الواحد من هذا الماء. إذن هذا بالنسبة لكيفية إيجاد كمية الأملاح إذا تبخر هذا الماء. الفقرة الثانية، ابحث للإجابة عما يلي. ألف سبب وجود بعض الأملاح في مياه معدنية وعدم وجودها في مياه معدنية أخرى. بطبيعة الحال هذا يرجع إلى تركيبة القشرة الأرضية واختلافها من مكان إلى مكان، فتركيبة القشرة الأرضية في جرجرة ليست كبيجاية، ليست كتيارتكا سعيدة إلى آخره، وبالتالي فالأملاح الموجودة في هذه الصخور في هذه المناطق تختلف من منطقة لأخرى، ولهذا نجد المياه بعضها يحتوي على الملح كذا ولا يحتوي الماء الآخر على نفس الملح وهكذا، سواء من حيث النوع ومن حيث الكم. هذا بالنسبة للسبب. ما أهم شرطين أساسيين يمكن من خلالهما تصنيف ماء طبيعي على أنه معدني؟ إذن أهم شرطين هما تنوع الأملاح وكميتها، نوعا وكما. تنوع الأملاح وكميتها تكون بكمية تلبي حاجيات الجسم وأنواع مختلفة. الآن توضيح العبارة التي وردت في الملصقة 7.45 ماذا تعني؟ إذن 7
إذن قلنا نوضح، يطلب منا في جيم توضيح العبارة الواردة في الملصقة pH تساوي 7.45 إذن وبدون وحدة. فماذا يعني هذا الرقم أو هذه الدلالة؟ إذن فال pH هو قيمة أو مصطلح يدل على عدد شوارد الهيدرونيوم وشوارد الـ OH في الماء، يعني الماء حينما أو المحلول المائي حينما يكون في حالة شاردية نلاحظ إذا تساوت شوارده، تساوى عدد شوارده الموجبة والسالبة، يعني شوارد الهيدروجين الهيدرونيوم وشوارد الهيدروكسيد الـ OH إذا تساوى عددها فهنا يكون المحلول متعادلا، وهذه الصفة نجدها لدى الماء النقي أو الماء المقطر. نقول أن الماء المقطر الـ pH له يساوي 7، يعني درجة 7. فالدرجة 7 تدل على أن عدد شوارد أو تركيز شوارد الهيدرونيوم يساوي تركيز شوارد الهيدروكسيد، يعني H3O زائد يساوي OH ناقص. بعبارة أخرى، عدد مولات شوارد الهيدرونيوم يساوي عدد شوارد الهيدروكسيد في اللتر أو في نفس الحجم. إذا كان الرقم زاد عن 7، يعني مثلا 8، 9، 10، 11 إلى غاية 14، هنا تكون الشوارد السالبة هي الأكثر في المحلول. الشوارد السالبة، نحن نتكلم عن الماء وليس الأملاح. إذن شوارد الـ OH للماء، شوارد الهيدروكسيد عددها أكبر من عدد شوارد الهيدرونيوم الـ H3O موجب في نفس الحجم من الماء. إذا كان العكس، شوارد الهيدرونيوم، شوارد الهيدرونيوم أي الـ H3O زائد أكبر من عدد شوارد الهيدروكسيد الـ OH في الماء لهذا المحلول في نفس الحجم، هنا يكون هذا المحلول حمضيا. في الحالة الأخرى يكون أساس، وفي هذه الحالة يكون ملحي. إذا كان متعادل، نحن أمام ماء نقي أو ماء مقطر. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوضعية. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.